السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من نظر الصحافة نطلع فيها على أهم العناوين التي جاءت في الصحافة العالمية والمحلية. ما زال مسألة تحويل منظومة S-300 الصاروخية من النظام الروسي للنظام السوري مكان جدل، ونتنياهو يطالب ترامب بالمساعدة وبمنع ذلك لكي تبقى السماء الروسية مفتوحة ومتاحة له ومستباحة للإسرائيليين. ومن جهة أخرى، كان أمس خطاب ترامب في الهيئة العامة للأمم المتحدة الدورة 73 لها. ترامب يهدد إيران ويرفع اللهجة، وإيران ترفع اللهجة بالمقابل ضد ترامب. وترامب يكتفي بدقيقة واحدة يلخص فيها القضية الفلسطينية. ماذا يعني ذلك؟ ولماذا اختصر كل ما يحدث في الشرق الأوسط شغله الشاغل خلال الأشهر الأخيرة بجملتين فقط؟ وهل ذلك رتب مسبقا مع إسرائيل؟ هذه الأسئلة وقضايا أخرى في أسبوع حافل لخطابات زعماء الأمم في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونبدأ الخبر الأول من رأي اليوم بعنوان تسونامي بدرجة S-300. نقرأ العناوين. نبدأ مع صحيفة رأي اليوم التي يرأسها الصحفي عبد الباري عطوان. تسونامي بدرجة S-300. الدب الروسي زلزل إسرائيل وأدى لانهيار السد. مطالبة بتجنيد ترامب. موسكو غيرت قواعد اللعبة. اتهامات لنتنياهو بتوريط تل أبيب مع بوتين. بما أن الإعلام العبري هو مرآة لأفكار ومبادئ حكام تل أبيب، فيمكن تلخيص المشهد الإسرائيلي بعد إعلان الروس نيتهم تزويد الجيش العربي السوري بمنظومة صواريخ S-300 بالصدمة والهستيريا وخيبة الأمل من الدب الروسي. بالإضافة إلى ذلك، لا نجافي الحقيقة بتاتا إذا جزمنا بأنه نستطيع أيضا اختصار الصدمة بعنوان الصفحة الأولى الذي نشر بالبنط العريض في صحيفة دعوت أحرونوت بالعبرية. جاء أمس الثلاثاء انهيار السد، حيث طالبت الصحيفة بتجنيد ترامب لوقف التدهور الحاصل بين موسكو وتل أبيب، الأمر الذي يؤكد أن نافذة الفرص أمام إسرائيل قبالة روسيا أوصدت بشكل محكم. وأيضا في نبقى في الشرق الأوسط ولكن في سياق آخر، رويترز جاء على لسان ماكرون قمع الفلسطينيين لن يحل صراع الشرق الأوسط. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قمع الفلسطينيين وطرح مبادرات أحادية لن يحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، منتقدا بذلك سياسة نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية. أما في الأناضول التركية، روحاني: إسرائيل النووية أكبر تهديد للسلام والاستقرار في العالم. في كلمة بالجلسة الافتتاحية للدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، تابع: أكثر الأزمات إلحاحا في الشرق الأوسط حاليا هي القضية الفلسطينية. ونبقى في وكالة الأناضول، ترامب عن إيران: لن نسمح لأكبر داعم للإرهابي بالعالم بامتلاك النووي على حد تعبيره. في خطاب بالجلسة الافتتاحية للدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، قالت إيران هذا الكلام. وتابع روحاني في كلامه: تابع ترامب عن روحاني في كلامه: قادة إيران يودون الدمار والقتل والفوضى في سوريا، ولا يحترمون حقوق الدول السيادية، وينشرون الفوضى في كافة الشرق الأوسط. وشدد أن سلطة إيران لا تحترم جيرانها وتنشر الدمار والفوضى في المنطقة، معرما عن عزم الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على طهران بعد بدء سريان الحظر الأمريكي على الصادرات النفطية الإيرانية في 5 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. أما في قناة الميادين، فقد جاء روحاني في رده عمليا على ترامب: أمن الشعوب ليس لعبة بيد واشنطن، ومجلس الأمن ليس دائرة أمريكية. الرئيس الإيراني حسن روحاني يقول: لا بد من القضاء على وهم البعض بتحقيق الأمن والسلام على حساب الآخرين. ومن الرد والرد، رد آخر جاء في البي بي سي. مستشار ترامب للأمن القومي يحذر طهران من مغبة الإضرار بواشنطن أو حلفائها.
حذر جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب إيران من عواقب وخيمة إذا ما أضرت بمصالح الولايات المتحدة أو مواطنيها أو حلفائها. وقال في مؤتمر موحدون ضد إيران النووية في نيويورك إن نظام الملالي القاتل في طهران سيواجه عواقب كبيرة إذا استمر في الكذب والغش والخداع. ومن تهديدات أمريكا لإيران وإيران لأمريكا جاء في الميادين تهديدات إسرائيلية لطهران. نتنياهو سنواصل العمل لمنع إيران من تعزيز وجودها في سوريا. وأضاف نتنياهو تمكنت إسرائيل في السنوات الثلاث الأخيرة في التحرك في سوريا ضد إيران، وشهدت هذه التحركات بعض استثناءات، لكن بشكل عام يمكن اعتبارها نجاحا كبيرا جداً.